السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه سيارات اونلاين واوف لاين، تنزل على الايفون والاندرويد. رابط تحميل اللعبه بتلاقوا اسفل المقطع بصندوق الوصف. اسم اللعبه اتيكيت طوفاش. اللعبه مشهوره كتير على التيك توك. قبل هالمره نزلت لكم عليها مقطع وكان ما فيها اونلاين، كان واقف يمكن، وقلت لكم ان شاء الله اذا صار في عليها اونلاين او تعديلات جديده او كذا فان شاء الله رح ننزل لكم عليها مقطع ثاني. واليوم يا جماعه الخير حبيت اجربها، ان شاء الله تعجبكم. طب فاللعبه مثل ما قلت لكم سابقا انه تصميم تركي، حاليا ما فيها غير اللغه التركيه، بس طريقه اللعب كتير سهله يا جماعه، يعني ما في شيء صعب وكذا. فرح ندخل نجربها مع بعض. فبدايه يا جماعه الخير، لا تنسوا الصلاه على النبي، لا تنسوا اللايك شوك فيزر تسحبكم كل جديد، ولا تستبون حسابات الموجودة في صندوق الوصف. والله يا جماعه بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طبعا يا جماعه الخير بالحلقه الاولى للعبه جربنا الطوفاش او هاي الفئات اللي شايفينها قدامكم، عدلناها تعديل كامل، فكان المكان الجراج غير هالمكان هذا، فتم التعديل عليه مثل ما شايفين. شوف لي على الجراج لون صار حلو، لا بأس فيه. طيب رح نشوف شو السيارات الجديدة اضافوا لنا اياها. طبعا السيارات الموجودة حاليا اغلبهم يعني مشهورين كتير في تركيا ويمكن مشهورين عندنا في الوطن العربي، فمثل ما شايفين هي الطوفاش مشهورة بمصر في سوريا كمان. فرح نشوف السيارة الثانية واللي هي الفئات كمان تيمبر هي اسمها. شوف لي على الفئات حلوة ما حلوة. طيب السيارة الثالثة يا جماعة الخير واللي هي البي ام دبليو ام 5، شوف لي على البي ام يا حبيب. وهي السيارة رح نعدلها اليوم ونجربها مع بعض. طيب نشوف اللي بعدها واللي هي هاي كمان من نوع فئات كمان، يعني مطورين اللعبة حبوا يعملوا اللعبة كلها للفئات. من بين هدول السيارات ضافوا لنا سيارة البي ام دبليو، فرح نشتري البي ام مباشرة حق 10,000، رح نضغط عليها شراء. طيب يا جماعة الخير مثل ما شايفين اشترينا السيارة، رح نعدل عليها مباشرة. طبعا في عنا طرف اليمين زر باللون الأسود والزر اللون الأصفر، اللي بالأسود تعديل وما تعديل، واللي باللون الأصفر بتضغط عليه بينقلك للأونلاين أو الأوفلاين. رح نضغط نحن على الأسود. هو مثل ما شايفين عنا أول شيء السسبنشن، إذا كان بدك تعدل ترفع السيارة توطيها، ما رح نعدلها هذا الشيء، نايفه مثل ما هو. الموديفيا في عنا هون التعديلات على الأجزاء هي، مثل ما شايفين هون في عنا الفتحة السقف، يمكنك تحط فتحة سقف حسب ما بدك مثل ما شايفين. راح نحط هاي، شو رأيكم نفتح الفتحة؟ في عنا من هون من ورا غالبا سبيلر، يا عيني على سبيلر، فرجت على البي ام شلون صارت. انا برأيي نحط هذا او نحط اللي قبله، شو رأيكم بهاد؟ عدل يا حبيب. وفي عنا غيره جنوطة يا جماعة الخير، في عنا هاد وفي هاد، والله جنطة كتير حلو. اوف خافونا جنوطة، شو رايكم نعيف هاد؟ بينتو حلو. عنا الإنارة الأمامية حاليا موقفة، في عنا الصدام الأمامي يمكن بنعدل عليه مثل ما شايفين، والله شي حلو يا جماعة. أي واحد نختار؟ أنا عجبني هاد، شو رايكم بهاد؟ بينتو فخم، حقه 1000. طيب من ورا بنقدر نعدل؟ ما بنقدر. دركسيون يا جماعة الخير، اختار دركسيون اللي بدك إياه، حلو. في فروشة كتير، شو هذا هون؟ نختار هاد ولا نختار أي واحد؟ نختار هاد، شو رايكم؟ قيدته غريب شوي. في عنا من ورا بتحط سيستم صوت وما سيستم صوت وشغلات، نحط هاد. في عنا من ورا شي غيره كمان؟ ما في شي. من قدام الكبود هذا اللي قدام قطع الموتور، حط هاد، شو رايكم؟ قيدته حلو. وفي هون من ورا في كمان صدام خلفي، خلي هاد لقلك. وفي عنا غيره من هون، بتحط شغلات اكسسوارات، والله شيء حلو. حط لي هذول لك. في خصائص ما مشغله حاليا على هي السياره، بس شغالين على غير سياره اللي هي الطوفاش او الفئات الثانيات. طيب شو هاي هون؟ ما عرفت. طيب حطها ما بيأثر. في شيء من ورا؟ هدول الارضيات، تقدر تحط ارضيات على كيفك كمان. من قدام شو في عنا؟ انتيلات، حلو كتير، حط انتيلات لك. طيب حط لي رجوع. بالنسبة للون تقدر تعدل على اللون بأكثر من شغلة. طيب نحط لون أسود، ورأيكم باللون الأسود ولا لون الأحمر؟ شوف لي على اللون الأحمر، يا عين على الأحمر، والله طلع فخامة. طيب بهالشكل هاد فيمنا السيارة شوي، حلو. الدويليب كمان بإمكانك تعدل عليهم. لحظة شوي، إذا رفعنا هدول شو بيصير؟ يا عين عليك، شوف لي على اللون شلون صار. وهاي أسود، حلو، رايكم؟ نزل لي هي شوي هيك. طيب بهالشكل هذا عدلنا على لون السياره، زبطناه. طيب بامكانك تحط كتابات من قدام من ورا، بتعدل على النمره، من هون راح نحط نمره. حطينا لوحه مثل ما شايفين، بتضغط لها هيك ركبنا نمره.
من ورا بيمكنك تكتب على الزجاج الخلفي. طيب من قدام ومن ورا بيمكنك تكتب على الجامات بهالشكل هذا. طيب زبطناهن، حط لي رجوله قال لك ما ضل شيء. حاليا رح ندخل مباشره على الاونلاين او ندخل على اللعبه. في عنا طرف اليسار السنجل بلاير وعنا الاونلاين، رح ندخل نحن على الاونلاين. هون حاليا بامكانك تدخل مع ناس فاتحين رومات مثل ما شايفين، وبامكانك تفتح روم خاصه فيك، بامكانك تضغط على الزر الاخضر. هون يا جماعه الخير لازم تشاهد اعلان لحتى يعطيك صلاحيه انك تفتح الاونلاين، عرفتوا كيف؟ فهون بامكانك تختار المدينه او بتختار الضيعه او القريه. رح نختار المدينه مثلا، وهون تكتب اسم الروم اللي بدك اياه، تكتب هيك ASGM وبتضغط على اوضه اولشتر، وهيك تفتح اللعبه بهذا الشكل. ولا اسهل من هيك يا جماعه الخير. شوفوا لي على البي ام ورايكم. اوف معقول دخل معي حدا؟ لسه ما بلشنا يا جماعه، دخلنا على الروم. ايوه كاتب لي هون على طرف اليسار انه في معنا اربع اشخاص دخلوا. ايه وينهم هدول؟ ها كأني في واحد هنيك، تعالوا نروح لعنده نشوف. اسمع لي على صوت البي ام، وين جماعة البي ام؟ جماعة البي ام زبطكم تظبيطها مرتبة اليوم ها؟ شايفين؟ والله هدول الناس انن شايفين؟ جرافيك اللعبة تعدل ها، سابقا ما كان بهالجمالية. اوف اوف العالم عم تخبط، كسروا بعضهم تكسير. هات لشوف رجال عندهم. شغل الإنارة، بشغل الإنارة، بس في بعض اللاج ما بعرف من ايش قصة هاللاج هاد ما عرفت. حلو في معنا هون واحد معه كمان بي ام معدل نفس التعديل كأني. لا شو الترتيب، بس بي ام اللي عندي اجمل ما. اوف شوف لي على اللاج اللي عنده. اللاج اللي عنده معلم وينك يا ياب، دمار شامل. طيب هون في عنا ميزة حلوة في اللعبة، واللي هي انك بتقدر بتشغل موسيقى في داخل السيارة. كيف يعني؟ رح اورجيكم. رح نجي نصف هون على جنب، تعال اورجيكم. على طرف اليسار اذا ملاحظين في عنا فلوس عم تزيد، ليش عم تزيد ما عرفت، بس في تحتها اذا كان ضغطت على هذا الزر الاصفر بامكانك تشغل المسجلة لداخل السيارة. رح اورجيكم كيف. رح ندخل على السيارة بهالشكل. شوفوا هنيك في شاشة شايفين، اذا ضغطت على هذا الزر الاصفر فبتلاقي بيظهر لك هون انه بامكانك تحط رابط ليوتيوب او شيء، فرح نضغط عليه ونعمل لصق. انا عامل نسخ لمقطع عندي في القناه، فبهالشكل هذا عملت له لصق، بس ضغطت على الزر الاخضر ببلش بيشغل المسجله عنا، عرفتوا كيف؟ رح ننتظر شوي لبين ما يحمل. مثل ما شايفين يا جماعه الخير، رجعت لكم كمان مره ثانيه. هذا مقطع اللي نزلته اليوم على قناه الاي اس جي ام، شايفين على سياره الشخص. شايفين يا جماعه، فبتقدر تشغله هون حسب ما بدك انت. طبعا بتجيب الرابط اللي بدك اياه من اي قناه او غنية او اي شيء، بتشغلها هون وبتسمع وانت بتلعب. فبهالشكل هذا يا جماعة الخير، هي مبدأ اللعبة. إن شاء الله يكون عجبتكم. إذا بتحبوا نعمل مقطع تاني عليها كتبولي في التعليقات، إن شاء الله ما بنقصر. قيمونا اللعبة من 10، حبيتوها ولا لا؟ وهلأ يا جماعة بتمنى منكم تحطونا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، بتشوفكم كل جديد. ولا تستنوا حسابات موجودة بسنوك لصف. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.